GSM Medical Education. هنا نجعل الطب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم حلقة جديدة. أنا أخوكم حارث العوادي من فريق GSM Medical Education Group، وإن شاء الله اليوم راح مثل ما استمرينا وشفت في الحلقات السابقة إنه إحنا بدينا بال Gram Negative Part of Clinical Bacteriology، وإن شاء الله اليوم راح نتكلم عن آخر جزئية بالكوما شيب بكتيريا. بالكوما شيب بكتيريا قلنا آخر شيء Campylobacter جي جوني، صح؟ أو أكناس صحة دي جوناي. هذه الكامبيلوباكتر طبعا احنا نعرف الاسم دائما يدل على الشكل، باكتر بكتيريا، جي جوناي يدل على الموقع مثل ما شفنا بيما بالهيليكوباكتر بايلوري، صح؟ هنا جي جوناي دائما على اغلب يكون بالجيجينيوم، واضح الفكرة؟ فانه انت حط ببالك دائما استخدم المصطلح، المصطلحات صحيح تجي على اسماء العلماء ولكن تفيد، اكو هذا الكورليشن والانكوربريشن يفيدك جدا. على العموم الصفات شنية؟ كوما اس شيبت، اوكسيديز بوزيتيف، هنا انتبه، ميكرو شنو ايروفيليك. احنا قلنا تذكرون قلنا ايروبيك ونون ايروبيك. بالايروبيك عندنا اوبليجيت ونون اوبليجيت، وباكن بعض من عندهم قلنا لهم صفات خاصه. اكو ماكرو ايروبيك واكو ميكرو ايروبيك. ميكرو ايروبيك هي البكتيريا تعيش بتركيز قليل للاكسجين، يعني لازم اكو اكسجين بضروره وجود اكسجين لكن بتركيز معين، زاد التركيز يموت البكتيريا. ممكن نستخدم طبعا هذا كسلاح ضد البكتيريا، ولكن تدري انت البوسيبيليتيز اللي عندك، هذا جسم انسان يعني مو مكان عام ودي اسوي له تعقيم. على العموم السورسز مالته، مكان الالتهاب شلون يكون، شلون تنقل الالتهاب يصير عندك او الانفكشن، خلينا نقول بدايه على الروت اوف ترانسميشن، طريقه النقل هي اورال فيكال روت، يعني من انت تدخل للحمام الانسان يصير عنده تغوط طبيعي، اكيد بالطبيعه حينظف مكان الخروج، فحيظل شنو فضلات بأظافره. اذا ما غسل او اذا ما غسل ايديه زين، الانتقال شلون يكون؟ يكون اثناء ما هو ياكل واثناء ما يطبخ لك عزيزي، تمام؟ فلازم شنو، لازم نحط بعين الاعتبار انه ينقل هو عن طريق اورال فيكال روت، الروت اوف ترانسميشن من هيومن لهيومن عن طريق مشاركه الاكل، وعن طريق الاكل الممعقم اللي اذا احد سواه وهو اليوم بها الجرثومه. المهم خليني اجي بالاكل بالذات البولتري اللي هي الدواجن، الميت بالخصوص تحط ببالك الاندر كوكت ميت، ان باستورايزد ميلك الحليب المنبستر، والحيوانات تنقل لك ايضا اذا كان عندك خنزير او كلاب او قطط. زين نجي شنو اللي يتسبب هذه البكتيريا اللي كجسم الانسان؟ ببساطه شو يسبب لك؟ يسبب لك invasive gastroenteritis. نتذكر احنا invasive gastroenteritis شنو يعني؟ gastro جي اي هضمي، enteritis امعاء دقيقه، لان احنا عندنا enteritis عندنا colitis، صح؟ على الاغلب enteritis ممكن تشمل المصطلح كامل ولكن دائما ركزنا مع دقيقة. gastroenteritis لما يكون عندي invasion معناته هذا يبدي يحتل الطبقات، يهاجم. هسه راح نذكر الصفات مالته. ulcers ايضا انت تعرف ما دام هو invasive لازم شنو يكون عنده قابلية نوعا ما على تكوين الالسرز. هنا عندنا crypt abscess. crypt هي جسيمات موجودة بالبرش بورد مال الامعاء الدقيقة، يعني جزء من التكوين. اذا انت راجع على anatomy تعرف شنو crypt، يسوينا crypt abscess تكوين شنو الابسس، هو عباره عن جراحه مليئه بالليكوسايتس بتتكون بهذه المنطقه. هيموراج نيكروسيس نفس المفهوم، انا صار عندي انفيجن، صار عندي ألسر بنفس المنطقه، صار دمار عالي، فبالتالي الدمار العالي ما يتعالج، منطقه بها بيئه ملائمه، بها التهاب، بها احماض، مو لا فبالتالي حيصير عندي نيكروسيس. المهم والاهم بلادي دايريا وذ تشيلدرن،
هذا الحكي اللي حكيناه كله مهم ويجوز اخطر من هذه، ولكن هذه اللي تفيدك شنو كلينيكالي كأنت طبيب شلون تكتشف المرض، لان اكو هوايه كذا عفوا العديد من الامراض اللي بيها بلاد دايريا، صح؟ اللي هي شنو البلاد دايريا؟ الميلينا، صح؟ ممكن نسميها هذه اذا ترجع انت من تبدي تاخذ السبيسيفيك نيمز راح تقول ميلينا اعتقد تيجي ميلينا. على العموم الميلينا هي شنو؟ فيسز وذ بلاد، خروج المريض يكون معاه بلاد. هنا تختلف، هنا مو فقط ميلينا، هنا دايريا. انتبه ليش انا كتبت الميلينا، لان انا هنا يبدأ عندي التفريق، هل المريض عنده نزيف فقط موجود عنده ألسر، تمام، او محتم عندي الدايريا. هنا راح ابدي استخدم الميلينا كديفرنشال دايجنوستس بالامراض الثانيه. اكو امراض ثانيه شو تسبب لي؟ تسبب لي ايضا شنو؟ دياريا، ولكن شنو؟ نون بلادي، مو؟ واكو بلادي غير هاي. فانت هذا الحصر انا اللي حصرت لك اياه، لانه هذا سيمتومز عرض عندي عام اقدر اشوفه اول ما اسال المريض شنو اللي صار عندك. اول شيء يخطر ببالي يقول لك اجاني طلع عندي دم بالخروج. زين خروجك شلون كان؟ كان لوزي لو كان خروج عادي، صح لو غلط؟ يعني اكو غاط عادي لو اسهال، كمية الدم كل شيء له دور، ولكن لازم انت تعرف انه هذه بلادي دايريا وين؟ بالاطفال، يعني put it into your consideration. زين شلون افحصه؟ الكامبي الكالتشرنج الى اجار خاص بي، نسميه كامبي اجار. الكامبي اجار ميزته الوحيده انه هو هيت ليبل، وهو يستحمل درجات الحراره الى درجه 42 سيليزيه مثل ما ذكرنا اثناء الكلاسيفيكيشن. الفيرولنس، فيرولنس فاكتور، عندنا الانتيجينيك دايفرسيتي، هو بي اتش انتيجين، اتش اند او انتيجين، ذني كل وحده تسبب دمار معين واحنا ماخذينها فكره عنهن، ولكن من يصير عندك دايفرسيتي اوف انتيجين معناته انت تقدر تهاجم كذا منطقه. تذكرون احنا من قلنا الاو دائما اتذكر اريتروسايت، صح؟ فلاجيلوم شو تسوي لك؟ تسوي تساعدك على الحركه، فبالتالي تقدر تسوي بنتريشن موفمنت، تقدر تسوي حركه داخل الميوكس. الانتروتوكسين، انتروتوكسين اذا تذكرون من قلنا شو اخذنا؟ اخذنا الاكزوتوكسين، مو صحيح؟ اخذنا الاكزوتوكسينز وذكرنا من ضمن الاهميات قلنا السايكليك اي ام بي ميكانيزم اللي هي تصعد لي، شو تصعد لي؟ يصعد لي السكريشن مال كلورايد. كلورايد راح يلحقه هاي سكريشن اوف كلورايد، الكلورايد يجي على الصوديوم، الصوديوم يلحقه H2O، فبالتالي يكون عندي دياريا. شنو ميزة هاي الدياريا عن غيرها؟ انه هاي بلادي، بس هنا حيكون بلس انفيجن. يعني هو الرول شلون صار؟ تمام، صار عن طريق الانتروتوكس، الانتروتوكسين يسوي لي هذا الميكانيزم صار عندي الاسهال، ولكن الانفيجن شلون صار؟ تمام، الانفيجن صار بالاجتماع مال كل الفاكتورات، كل الفيرولنس، ابتداء اجى صار عندي كذا انتيجين يعرفه على الجسم، بعدين فلاجيلوم ساعده على اختراق المخاط وتشلب بالبراش بورد، بعدين اجى السيتوتوكسين اللي هو يسوي لي شنو؟ يسوي لي انجريز، وين؟ بالانتروسايتس. واضحه الفكره؟ هذه جدا مهمه. السيتوتوكسين نوع من انواع التوكسين، هذا يجي يخلي للبكتيريا قابليه الهجوم وتسوي لي انجري بال شنو تارجتد تيشو، فبالتالي اجتماع ذني حيسوي لي شنو؟ يسوي لي انفيجن. الانفيجن يسوي لي هيموراجيك، يسوي لي السر، يسوي لي بلادي دياريا، وكل شيء يعني نفس المفهوم والمعنى. زين القضايا المهمة اللي نريد احنا نذكرها، قضايا المهمة، اكو قضية انا بدي اعرج عليها من تيجي انت تحط ببالك
انه هنا ذاكر لك اليوس ام ذي اسوسييتد وذ شنو؟ وذ تو ديزيزز. اول ديزيز هو رياكتيف ارثرايتس والجوالين باري. احنا نقول جوالين للكتابه، هي شنو؟ هي جوان باري سايندروم، تمام؟ لانه الدبل ال ما تلفظ. جوان باري سايندروم، باري سايندروم، هذه السايندروم هاي نيورولوجيكال سايندروم وهذه ريماتولوجيكال، يعني هذه بالعظام وهذه بالاعصاب، تمام؟ اعطيك مفهوم بسيط شلون يعني اسوسييتد. مو يجي احنا كل مره نذكر بريسيدنج فاكتور ونقول انه هذه تجي قبل الامراض الذهني، هنا من قال اسوسييتد، نعم هي ايضا بريسيدنج فاكتور، ولكن هل دائما؟ لا. بس هل هذه الامراض دائما قبل الانفكشن؟ اي، يعني مو كل انفكشن يسبب لي هاي الامراض، ولكن كل هذه الامراض لازم قبل هذا هيك نوع من الانفكشن. فهمت الفكره؟ هنا يصير الاسوسيشن مو بريسيدنج، البريسيدنج حتميه للطرفين، هذا الالتهاب وراء فلان المرض. زين، جيد. هسه احنا شنو نريد نناقش؟ نريد نذكر لمحه عن شنو؟ عن الرياكتيف ارثرايتس والاجوان باري سايندروم. الاجوان باري سايندروم هو ديزيز او ديجنريشن يصير كاوتو اميون ديزيز، كونسيدرد كاوتو اميون ديزيز، اللي هو مرض مناعي. سبب هذا المرض المناعي ما معروف، ولكن دائما باغلب الاحيان يلقونه صاير بالمريض قبله، كامبيلوباكتر جيجوني او جيجوناي. فلذلك الستديز تسوي اسوسيشن بيناتهم. القضية وين؟ راح نوضح شنو الفكرة بالرياكتيف ارثرايتس، لان بالرياكتيف ارثرايتس مثبتة، حتى هم يسموه بوست انفكشن، تمام؟ بوست انفكشس ارثرايتس، هذا الاسم الثاني له. البكتيريا القادمة ايضا احنا حنناقش بكتيريا بها نفس المشكلة. انا حاولت حتى عبرنا المساحة بالكلاسيفيكيشن، طفرنا يعني، سوينا جمب على مود نقدر نسوي رابط، لان اكو رابط بيناتهم بهذا الموضوع، انا ما اكرر الشرح. فاحنا عندنا اول شيء هذا يجي يضرب البريفيرال نيرفز، فبالتالي يصير عندك نمنس، يصير عندك تينجلينج، ويصير عندك بالتالي ايفينشوالي يصير عندك باراليسيس بواحد من الاطراف او جزئيه كامله. بخطوره هوايه، اذا بخطوره كل ما يبدي يصير ديجنريشن بالنيرفات، وهذا الموضوع لازم انت ترجع لهذا المرض رغم ندرته. على العموم شنو اللي اريد اوضحه اني؟ خلي اذا تذكرون شرحت لكم واحده من المحاضرات قضيه الميميكري، شنو رياكشن مو او الكروس اكتيفيتي. الكروس اكتيفيتي هي النتيجة اللي فعلا تصير داخل جسم الإنسان، والميميكاري البيولوجيك ميميكاري هو المصطلح العام للعملية، لأنه هذه متشابهات بالشكل، تمام؟ ولكن لأنه متشابهات بالشكل فالأنتيبودي حيجي يهاجم الأعضاء السليمة. واضح الفكرة؟ هنا تختلف القضية. تذكرون احنا كل احنا بوقت الدوري الاسباني، الدوري الاسباني على الاغلبية ما عرفاني بالطابة هواي، الدوري الاسباني شنو نقول؟ هلا شنو؟ هلا مدريد، مو؟ دائما نذكر الامراض هذه هلا بي 27، تمام؟ اتش ال اي اللي هي شنو؟ هيومن ليكوسايت انتيجين، تمام؟ هيومن ليكوسايت انتيجين او ليكوسايتك انتيجين بي 27. هذا شيء يسوي لي، انتبه هنا شو المشكله. احنا بالطبيعه الميميكري رياكشن انه جدار، مثلا جدار القلب نفس الجدار اللي تحمل البكتيريا، فالانتيجين بريزنتنج سيل اللي تيجي من بعد التعرف، عفوا الانتيبوديز اللي تيجي بعد التعرف على الانتيجين بريزنتنج سيل بها معلومات للهجوم على جدار معين، فبالتالي هذا جدار يحمل فوسفوليبيد باي لير، صح؟ واللي على جانبه جدار
يحمل فوسفوليبيد وغيره، فمن تيجي الخلية تظل شنو؟ محتارة. فايش تسوي؟ تقرر انه تهاجم الجدارين. هنا انا حيصير عندي الميميكري او الكروس رياكتيفيتي، هي تهاجم البكتيريا ولكن حيصير عندي اوتو اميون ديزيز. ليش؟ لانه خلايا جسمي تشابه هذا الامر. اما هنا أنا بهذه القضيه اللي هي بوست انفكشن، المفهوم، طب بالمناسبه احنا نشرح المفاهيم المذكوره بدنا نحاول نفصلها، ترجع دراسات، الدراسات تختلف على هذه القضايا. يعني الكومبيلوباكتر ديجناي حتى العلاج مالته كونتروفيرشل، حتى علاجه مختلف عليه. فهذه الستاديز اللي تشرح هذه الامور مذكوره بالامراض الاسوسييتد، احنا نحاول نفهم المفهوم العام على مود يصير عندنا ربط طبي صحيح. ومو مشكله اذا بالمستقبل لقيت دراسه جديده تلغي تفند لك هذه الميكانيزم، اهم شيء انت ابديتد شنو هذا مومنت. على العموم هذه الخليه شنو هي؟ خليه ليكوسايت. الليكوسايت شبيهه بيها تاخذ المعلومات هي بالبدايه، والبلازما سيل تبدي تفرز لنا انتي بوديز، صح؟ هنا الليكوسايت بالبدايه لازم اللي هي احنا ذاكرين نايف سيل وهذه الامور، صح؟ ويرتبط بها الانتيجين، الانتيجين هو اللي ينطينا المعلومات، واضح؟ ويخلي لي الريكروتمنت مال السيتوكاينز والافراز على اساس المعلومات مالت من؟ مال البكتيريا المتحلله عن طريق الدنتريك سيل او الفاجوسايت. هنا نجي يرتبط الانتيجين. هذا الانتيجين خليني الونه بالاحمر. الانتيجين هذا يظل مرتبط بالليكوسايت، فبالتالي هو هذا ال HLA human leukocytic antigen يرتبط بالليكوسايت، يسوي لها هنا انا بشوف ماكو تشابه، يسوي كونفيوجن للليكوسايت لدرجه عده معلومات، ولكن يوهم الليكوسايت يخليها غير قادره على التمييز بين خلايا الانسان والبكتيريا الموجوده، فبالتالي هنا حيصير عندي الهدوم. لذلك هو يقول لك بوست انفكشيوس، لانه هي بالبدايه اجت الانتيجين منين؟ من الكامبيلوباكتر، من المايكرو اورجانيزم نفسيته. من تفعلت عندي هذا الانتيجين مال جسم الانسان وارتبط وانس، شنو بعد ما اقدر، يعني مو ريفرسبل، هو يعني مو ريفرسبل، ما اقدر ارجعه او يشتغل لفتره معينه وينقطع، هو بعد حيستمر، حيصير اوتو اميون، لانه وانس اتس اتاتشد المعلومات صايره وراح يظل يهاجم. تدري انت كل التي سي ال عندها تي ميموري، تي هيلبر، فوحده تعطي معلومات للثانيه، فالمعلومات حتظل مستمره الى ما لا نهايه، فبالتالي حيصير عندي يتحول الامر المن الى اوتو اميون ديزيز. اذا من اريد اكتشف هذا المرض بالذات بوست رياكتيف، العفو بوست انفكشيوس رياكتيف ارثرايتس او رياكتيف ارثرايتس وحده، ممكن بجوانين باري سايندروم، ولكن جوانين باري سايندروم ما مثبته. نفس المبدا، تقدر راسا تسوي تيست بالبلط، تيست تقول له اريد اتش ال اي بي 27، وضحت الفكره؟ فبالتالي الليكوسايت ايضا ايش راح يصير عندها؟ راح يصير عندها عشوائيه، فتبدي هذه الهيومن سيل، الهيومن سيل وول الاحمر، وتمام. ونجي هنا الاسود مالت من؟ البكتيريا. فهذا ما يعرف يقوم ما يميز، غير قادر على التمييز بسبب من HLA B 27، فبالتالي ايضا يقرر يهاجم شنو؟ الخلايا بعشوائية. من ضمن هاي العشوائية بالخصوص اكثر خلايا يميل الها لان unknown reasons الجوينتات، فيصير عندك ذلك الارثرايتس. اي نوع من الارثرايتس؟ هو طبعا يكون اوليغو ارثرايتس على الاغلب. اوليغو ارثرايتس يا اما يكون احادي او اقل من اربع جوينتس،
فاهمين الفكرة؟ وإلى مواصفاته، وهي ممكن نرجع على المرض ونناقشه في المستقبل التفصيل كيفية علاجه. المهم هنا ذكرنا شغلة مهمة قبل لا أختم بهذا الموضوع، ذكرنا إنه العلاج مال كامبيلوباكتر كونتروفيرشال، ولكن الاستاديز راوت إنه أغلب المرضى اللي تعالجوا ويا الأريثرومايسين راوا أحلى أو أحسن نتيجة للتحسن. تمام؟ فأنت حط ببالك أريثرومايسين واحد من أفضل العلاجات للكامبيلو باكتر جيجوني. لهنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم الحلقة الجاية في رعاية الله.